النهارده واحنا بنتكلم على القيامه وفرحانين بالقيامه، اصل القيامه هي دي كل حاجه في حياتنا. احنا مش هنتكلم على الادله بتاعت القيامه، القبر الفارغ والاكفان الملفوفه والظهورات الكثيره اللي كانت للرب بعد القيامه، ولا حتى النور اللي بيخرج من قبر المسيح، ولا نتكلم عن المسيح في حياة الملايين عبر مئات السنين أو آلاف السنين دلوقتي. كل ده مش هتكلم عليه النهاردة، ولا هنتكلم على بركات القيامة مع أنها كلها حاجات رائعة، حاجات جميلة. أنا مطلع شاهد في بطرس الأولى أصحاح 1:3: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم. لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. القيامة يعني ميلاد جديد، زي ما الآية بتقول هنا، ميلاد جديد ورجاء جديد ورجاء فريد. والقيامة يعني ميراث أكيد. والقيامة يعني عون شديد وأكيد. والقيامة يعني فرح مجيد. والقيامة يعني إيمان مننا وطيد بالقيامة، والقيامة لقاء سعيد. كل دي بركات القيامة. برضو مش هتكلم عن بركات القيامة، احنا هنتكلم على حتمية القيامة النهاردة. حتمية القيامة، هل كان لابد أن يقوم المسيح من الأموات؟ هو ده السؤال. هل هناك استحالة أن يبقى المسيح في القبر مدى الحياة أو إلى الآن؟ تخيلوا لو المسيح في القبر لغاية دلوقتي، يعني يبقى أبونا إبراهيم وأبونا إسحاق وأبونا يعقوب وبرضه وأبونا يسوع كده برضه من ضمن، مش كده؟ ونقول إيه؟ نقول إيه عليه؟ أنتم متخيلين لو المسيح في القبر لغاية دلوقتي، الراحل نقول عليه الراحل مثلا، ينفع كده؟ والكنيسة الأرثوذكسية تقول عليها المتنيح. تصوروا الكلام ده يتقال كده؟ يعني ما الآخرين عايزيننا نقول كده، عايزين يفتكروا الحكاية كده. الحكاية مش كده خالص. النهاردة هنتكلم على استحالة انتظار أو إبقاء المسيح في القبر أكثر من الثلاث أيام اللي كان. الصليب حلو خالص، بس من غير القيامة لعنة. ياه، شفت أنا بقول حلو وبعدين أقول لعنة. الصليب يعني وسيلة إعدام، يعني مذبحة، يعني مقتلة، يعني عقاب، يعني نهاية، يعني ضياع، يعني فشل، يعني موت. ده الصليب من غير القيامة. طب والصليب مع القيامة؟ ما تحط الصليب في القيامة، يعني تحط الصليب في القبر كده، انتهت الحكاية، اتغيرت خالص. بقى الصليب شعار، وبقى الصليب انتصار، وبقى الصليب مجد وفخار، وبقى الصليب قوة، وكلنا نفتخر بيه. ما بقاش لعنة، بقى بركة. حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. أيوة، خلي بالكوا، في فرق بين واحد يخش أوضة العمليات ويمضي على إقرار أن الطبيب يعمل له، الجراح يعمل زي ما هو عايز،
وبعد ما يدخل الجراح يبتدي يمسك السكينة ولا المشرط ويقطع ويستأصل ويشيل، ويبقى الدم مغرق أوضة العمليات كلها خالص، شكلها شكل مقتلة مذبحة، مش كده؟ شكلها مرعب مخيف. فرق بين ده وبين داعش لما ياخدوا واحد ويشتغلوا عليه بالسكاكين، مش كده؟ أيوة يا حبايب، ده الفرق بين موت المسيح وأي موت تاني. في فرق بين موت المسيح وموت أي إنسان آخر. عشان كده أول حاجة هو قام ليه؟ قام لأنه هو الحياة، هو الحياة نفسها. الحياة يبقى ميت إزاي؟ أما هو اسمه الحياة، يعني النور يبقى عتمة إزاي؟ هو اسمه نور، يبقى إزاي اسمه عتمة؟ هو اسمه الحياة، فيه كانت الحياة. قال له أنا لمارس، أنا هو القيامة والحياة. فإزاي الحياة يستنى؟ هو الأول وهو الآخر، هو البداية وهو النهاية. يقول له كنت حي، كنت ميتا والآن حي إلى أبد الآبدين، ومعايا مفاتيح الهاوية والموت. أيوة خلي بالكو. طيب أنا لما يكون معايا مفتاح المكان ده تقدروا تقفلوا عليا؟ طب ما أنا معايا المفتاح، أطلع أفتح وأطلع، مش كده؟ يبقى اللي كان معاه المفتاح القبر يقدر يطلع من القبر. ده الفرق بينه. ليه التانيين ما بيطلعوش من القبور بعد ما دفناهم؟ من ساعة ما دفناهم في القبور زي ما هم، من أول أبونا أبراهيم، من أول آدم، فيش حد طلع منهم تاني، قاعدين في القبور لسه، مش كده؟ واحد بس لما راح القبر بعد 3 أيام طلع مع المفتاح، ليه مفاتيح، مفاتيح الهاوية والموت، فيفتح ولا أحد يغلق. اللي يظن إن لغاية دلوقتي أن المسيح ما زال في القبر ينطبق عليه كلام الملائكة للمريمات، لماذا تطلبنا الحي من بين الأموات؟ يبقى هو قام لازم يقوم عشان هو الحياة، لكن هو قام كمان عشان هو قوم ناس كثيرين قبل كده. وقومهم ازاي؟ بالأمر. تقول لي ما هو في ناس قومت ناس برضو، ما هو إيليا قوم ابن الأرملة، أيوة، وأليشع قوم ابن الشنامية من الموت، أيوة صح حصل. قومهم ازاي؟ شفت قومهم ازاي؟ هما الاثنين الأنبياء فضلوا يصلوا، مش كده؟ وبطرس قوم ازاي؟ طبيسة نفس الحكاية، بيصلوا وبعد ما يصلوا الرب يتدخل ويقوم الميت، مش كده؟ لكن المسيح مش كده خالص. المسيح قال له إن آمنت ترين مجد الله، وروني أنتوا حطيتوه فين. تعال يا سيد وانظر. هو على طول نده على الميت، أول ما نده على الميت إيه؟ يطلع الميت من بين الأموات. أيوة ينده على الميت، ولتأتي ساعة حين يسمع جميع الذين في القبور صوت ابن الإنسان والسامعون إيه؟ والسامعون يحيون. أمر الموتى، يعني أنا لو رحت عند المدفنة بتاعتنا في الشطبي وندهت على أخواتي ولا أبويا وأمي، أنده للصبح، أنده عمري كله اللي فاضل، ولا حد يسمعني، واللي يعدي هيضحك علي يقول الراجل ده أكيد مجنون، أنت يا عم في حاجة مش طبيعية. لكن المسيح تخيلوا لما يدخل الشطب كده، يدخل في المدافن ويلاقي واحد اسمه جرجس، واحد اسمه متى، واحد اسمه كده، ايه ده يطلع على طول. وحصل الكلام ده ولا كلام نظري؟ حصل. لما قام المسيح من الأموات قام كثيرون، فتحت القبور وقام كثيرون. أمر الموتى. لكن ثالث حاجة، قام ليحقق الأقوال والنبوات. في الأناجيل يبتدي الإنجيل بحياة ربنا يسوع المسيح ومعجزاته وأمثاله وأقواله وكده. النص الثاني من الأناجيل يبتدي الرب يقول لهم على الأقوال المهمة خالص،
مثلا في متى 16 يقول لهم ايه؟ ابتدأ يسوع، يقول بعد ذلك ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم، اي ويتألم كثيرا هناك من الشيوخ ومن رؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. ده هو المسيح بيقول لهم الأقوال دي، علشان تكمل الأقوال دي كان لازم يقوم. في متى 17 ولما كانوا يترددوا على الجليل قال لهم يسوع ابن الإنسان ماضي هيسلم إلى أيدي الناس، هياخدوه رؤساء الكهنة والكتبة ويحكموا عليه بالموت في اليوم الثالث يوم. متى 13 لما كان معاهم على جبل التجلي قال لهم بصوا أما تنزلوا دلوقتي ما تتكلموش على الموضوع ده. ليه؟ قال لهم لما يقوم ابن الإنسان من الموت تبقى تقولوا للناس على اللي شفتوه جبل التجلي ده. أيوة شفتوا ازاي؟ أيوة، لأن وقته ما جاش لسه. متى 26 لما أكمل يسوع هذه الأقوال، إنهي أقوال؟ الأقوال اللي بيقولها أنه 7 مرات يقول لهم ابن الإنسان ماضي إلى الصليب، ابن الإنسان رايح للصلب، يسلم لأيدي الكتبة والكهنة والشيوخ ويحكم عليه بالموت، هيصلب ويموت وهيقوم في اليوم الثالث. دي الأقوال. لما أكمل يسوع هذه الأقوال قال لتلاميذه، بعد يومين خلاص بقى قصة الأقوال، بعد يومين هيكون الفصح وابن الإنسان هيسلم ليصلب. أيوة. ويقول ملاك القيامة للمرأتين عند القبر إنه قام كما قال. مش هو قال لكم أنتوا بتنسوا؟ قام كما قال. أيوة. ده غير نبوات العهد القديم. الرب يسوع في تلميذي عمواس وبيعلم تلميذي عمواس قال لهم في لوقا 24 ينبغي أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى. إيه مكتوب عني؟ ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث. في نفس السياق في متى 15 قال لهم زي ما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في بطن الأرض 3 أيام و3 ليالي. نفس الحكاية هتحصل للمسيح. خلي بالكم اللي حصل هيحصل تاني. نمر 4 قام لأنه القيامة من سلطانه. أيوة، إحنا ما عندناش سلطان للقيامة يا حبايب. إحنا فلان يتعب يعيا كورونا ولا غير كورونا يموت، مش كده؟ المسيح مش كده خالص. المسيح لما مات مش كده خالص، مش كده خالص. ده قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن إيه؟ أن أخذها أيضا. الناس تموت تؤخذ أرواحها، أما المسيح يموت عندما يسلم روحه للآب. تفرق ولا تفرق شيء؟ تفرق كتير. أصل مرة بقول لواحد بقول له المسيح مات علشانك، قال ما كلنا هنموت. قلت له لا، إيش دخل ده بده خالص، أنت مش واخد بالك. موت المسيح غير موت أي واحد يا حبيب. أيوة، لكن 5 لازم يقوم المسيح من الأموات، لأن الموت بتاعه مؤقت، عبارة عن تسديد دينونة عشان بيؤدي عملية الفداء. زي واحد بيخش السجن 3 شهور أو 2 سنين أو 6 شهور، بعد ما تخلص المدة لازم يطلق فري، حر. بالضبط المسيح كده. المسيح دخل القبر علشان خاطر عقوبة مش عليه هو. خلي بالكوا يا حبايب، لو آدم لم يسقط كنا لغاية دلوقتي أبونا آدم كنا نلاقيه، ويمكن كان جاهز أركو هنا في الاجتماع، تخيلوا. ولما المسيح يجي على الأرض ما يموتش، ما يقدرش يموت، ما ينفعش يموت. انتوا عارفين الموت ده بسبب الخطيه،
كل المصيبة السودة دي، المشكلة الكبيرة كلها كانت بسبب خطيتي وخطيتك. أيوة، علشان الموت. والمتبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل من أجل إيه؟ التكفير عن الخطايا السالفة بإمهال الله. يقول في سفر العبرانيين: لأجل هذا هو وسيط عهد إيه؟ وسيط عهد جديد، صار موته لفداء التعديات التي في العهد الأول في يوحنا. هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. في 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 الرسالة الأولى ليوحنا صحيح 2 يقول: وهو كفارة ليس لنا فقط بل لجميع العالم. يبقى الموت كان عشان عقوبة، والعقوبة كانت علينا إحنا، وهو لما يخلص العقوبة لازم يطلع من القبر فورا. نمرة 6: يقوم لأن لاهوته لم يفارق ناسوته إطلاقا. خلي بالكو، وده الفرق بين موته وموت أي واحد أو موت الإنسان. والقيامة هي أقوى برهان على وجود لاهوت المسيح. على فكرة القيامة أقوى برهان على إنه خالي من الخطية بتاعة آدم. القيامة أقوى برهان على قبول ذبيحة المسيح لدى الله الآب، قبول المحرقة. عشان كده قام المسيح من الأموات. يقوم لأن لاهوته لم يفارق ناسوته. لما مات الرب يسوع انفصلت روحه الإنسانية عن الجسد، لكن يقول محييا في الروح. محييا فين؟ في الروح. يسوع الناصري أخذتموه وبأيدي أسمى صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. أيوة، خلي بالكم، لن تدع، يقول لن تدع تقيك يرى إيه؟ لن تدع، لن تترك نفسي في الهاوية، ولن تدع تقيك يرى إيه؟ يرى فسادا. لكن لازم يقوم علشان يعلن انتصاره على الموت. ينفع وهو في القبر يقول أنا انتصرت على الموت؟ مين يصدق كده؟ يعني أبونا إبراهيم ينفع يكون كتب لنا أنه انتصر على الموت مثلا؟ موسى يكتب يقول أنا انتصرت على الموت؟ إيه؟ تيجي ازاي دي؟ داود، سليمان، بولس الرسول، بطرس يقول انتصرت على الموت؟ لا لا لا، ما انتصرش على الموت. اللي انتصر على الموت واحد بس. تقول لي مش لعازر؟ لعازر مين؟ ما مات تاني. ده قام قعد كم سنة ومات تاني. هو ده يتحسب وده أقيم، مش قام، ده أقيم. تفرق، ما نخلطش بين ده وده يا حبيب خالص. أيوة، كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. ولأن الموت آخر عدو يبطل، آخر عدو يبطل هو الموت. والأين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ انتوا بتشوفوا ساعات يعملوا مصارعة، المصارعين يبقوا 2 يصارعوا بعض كده مثلا، أو ملاكمة، واحد يضرب التاني ضربة كبيرة يروح التاني واقع على الأرض نايم خالص، يقول لك الضربة القاضية. مين اللي منتصر هنا يا حبايب؟ اللي نايم على الأرض على ظهره، ولا اللي واقف ورافع ايديه؟ بالعقل كده. مين اللي انتصر على الموت؟ اللي جوه القبر ولا اللي بره القبر؟ لا. يبقى ما كانش ينفع ان المسيح يقول لنا انتوا انتصرتوا على الموت وهتنتصروا على الموت وانا انتصرت على الموت وهو في القبر. منطق غير مقبول. ولو كنا نقول لاي حد كان يضحك علينا على طول.
لكن لما يقول نقول احنا اتبع واحد حي قال كنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين، انا حي فانتم ستحيون، خلاص انتهت، تفرق فرق كبير. لكنه قام ايضا ليثبت انه ليس مجرد انسان. الناس كلها بتموت، وضع للناس ان يموتوا ايه مره ثم بعد ذلك ايه الدينونة، لكن هو له عدم الموت. امال مات ازاي؟ مات علشان يسدد الدين زي ما قلنا. ايوه، يبقى قيامته بتثبت ان هو مش مجرد كان انسان، لو انسان عادي يموت ويشبع موت. 9، ام علشان يكون بكورة للراقدين. والحتة دي بتغلب بعض الناس في التفسير او في الشرح، بكورة ازاي وفي ناس كتيرة قامت؟ يا عم اللي قام ده ما يدفعش يتحسب خالص، اللي قام نام تاني، اللي قام مات تاني، لكن الوحيد اللي قام من الأموات ولم يمت ويحيى إلى الأبد هو بس الرب يسوع، يبقى هو البكورة، يبقى هو نمرة واحد. ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين. المسيح بكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه. ايوه، يبقى المسيح يكون اول قيامه، اول قيامه الاموات المسيح، وهو راس الجسد في الكنيسه. ايوه، وهو اللي يبقى متقدم في كل شيء. لكن لازم يقوم المسيح من الاموات علشان تتوقف عمليه الاخلاء. انتوا واخدين بالكم لما الرب جه من السماء وحل في العذراء بالروح القدس ودخل من اللا محدود للمحدود، وبقينا نلاقي الرب يسوع طفل صغير وسنه سنه 2 3 12 سنه في الهيكل، سنه 33 سنه، يجوع ويعطش ويتعب ويبكي ويحزن كل ده. وايه هو في السامره؟ ما فيش في الجليل يسوع. هو في كفر نحوم، يبقى ما فيش في بيت صيدا. هو في مكان واحد بس، مش كده؟ وهو رايح لابن قائد المئة، عطلوا نزفة الدم، يموت الولد، نزفة الدم تشفى، يكون الولد مات. لان يسوع في الصورة المحدودة هو قبل هذا الذي كان في صورة الله أخلى نفسه. الإخلاء يعني تخلى عن اللامحدودية بتاعته وبقى محدود زينا، مثلنا، يأكل زينا ويشرب زينا ويعيش ذلنا ويتألم ألمنا ويعيش أوجعنا وأتعبنا، بقى زينا بالضبط. أيوه، يمشي من يروح لغاية السامرة، يقعد 6 ساعات عشان يوصل السامرة، مشوار طويل خالص، ويتعب ويقعد على البير ويعطش على البير. لكن بعد القيامة موضوع اختلف خالص، مش كده؟ تلمزي عمواس ماشيين في الطريق يبصوا يلاقوا يسوع جه، يروح معهم لغاية عمواس ويكسر لهم الخبز كده زي اجتماعنا الحلو ده، وبعدين يرجعوا اورشليم يلاقوا يسوع في اورشليم مع التلاميذ. ده مش بس يلاقوه في اورشليم، ده يلاقوه في اي مكان وفي كل مكان، حيث ما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي. انتوا واخدين بالكم؟ يسيب المحدود. قام علشان تتوقف عملية الإخلاء، أخلى نفسه. يمكن دي أهم حاجة في الحاجات اللي قلناها كلها أو اللي هنقولها، تتوقف عملية الإخلاء. أيوة، قال لهم بقى إيه؟ أي 2 أو 3 يجتمعوا باسمي هكون وياهم في كفر نحوم، في كفر الدوار، في نيوجيرسي، في كاليفورنيا، في استراليا، في آسيا، في أفريقيا، في أوروبا. لو كان الرب يسوع بالجسد على الأرض دلوقتي كان يبقى فين؟ في حتة واحدة كده، يعني في أورشليم، في كفر نحوم، في بيت مريم ومرسى، كان يبقى اجتماع زي اجتماعنا نصيبه، ياخد كم مرة
في كم اجتماع في العالم، كم كنيسة؟ مليون. يبقى بعد مليون، بعد مليون يوم بقى لما يجي لك يسوع، مش كده؟ لو ما توقفتش عملية الإخلاء. لكن لما تتوقف عملية الإخلاء بالقيامة، هو معانا هنا يسوع، مش معانا هنا؟ ونمشي لغاية طنطا نلاقي يسوع، ونلاقيه في القاهرة، نلاقيه في أسوان، ونلاقيه في آخر الدنيا وفي كل مكان. تتوقف عملية الإخلاء، قام لتتوقف عملية الإخلاء، لكن قام أيضا ليهبنا الحياة التي لا يعطيها ميت. اتحدنا وياه بشبه موته في المعمودية، أو مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يقول احسبوا أنفسكم أمواتا، أمواتا، الموت احتساب هنا، لكن القيامة قيامة حقيقية. أمنا وياه حقيقة. أقامنا معه، قام عشان يقيمنا معه، أقامنا معه، أجلسنا معه في السماويات. صحيح ما حصلش ده بالجسد، لكن بالإيمان في المسيح. مش المسيح في السماويات؟ مش إحنا في المسيح؟ يبقى أقامنا معه ولا لا؟ وهو مش جلس في السماء في يمين العظمة وإحنا فيه؟ يبقى إحنا في السماء، في السماء معاه بقى. أقامنا وأجلسنا معه. يبقى قام ليهبنا الحياة التي لا يعطيها ميت. أبونا إبراهيم اديني حياة، يقول لي كنت أنا أولى. بولس، بطرس، الحياة في المسيح، الحياة لا يعطيها إلا المسيح. لكن قام أيضا ليقوي التلاميذ ويؤسس الكنيسة. مع أنه على الأرض عمل معجزات هذه عادتها طوال 3 سنين، لكن ما جاء يوم الصلب حتى تضاء الإيمان لدى الرسل وضعفت قواهم وخارت، وابتدأوا يختبئوا في العلية، ابتدوا يخافوا. يسوع في القبر، يسوع ميت. وكنا نظن ان هذا، تلميذي عمواس يقولوا، كنا نظن ان هذا هو المزمع ان يفدي اسرائيل، لكن مع هذا له 3 ايام في القبر، احنا مروحين بلدنا تاني. ضاع الامل، ضاعت الانتظارات، ضاع الرجاء كله في يسوع. يسوع كنا منتظرينه، فين يسوع؟ يسوع ما فيش يسوع. يسوع قام، يا مسكين يا مساكين، يسوع قام، يسوع قام. أول ما قام أعطاه قوة، أعطاهم قوة. أول ما راحوا شافوا القبر والقبر فارغ، كله رايح خايف، واللي واخد الحنوط، واللي رايحة تبكي، واللي رايحة الدموع مالية وشها. لكن أول ما شافوا القبر الفارغ تشددت قواهم وتشدد إيمانهم. طلعوا التلاميذ ما يخافوش في الشوارع، طلعوا الرسل يتكلموا ويجاهروا، يتكلموا بكلام الرب بكل مجاهرة. وبعدين قالوا ما أنا كمان هديكم الروح القدس، ما تحل الروح القدس عليكم تكون لي شهودا، أعطيكم روح القوة وتكون لي شهود في أورشليم والسامرة واليهودية وإلى أقصى الأرض. قال لهم خلي بالكم أنا مش معاكم في السامرية في السامرة، ولا معاكم في كفر نحوم، ولا معاكم 3 سنين وتلت دولة، أنا معاكم كل الأيام، أنا معاكم كل الأيام. توقفت عملية الإخلاء، أنا معاكم كل الأيام إلى انقضاء الدار. ابتدوا الجميع يخرجوا يكرزوا بالإنجيل بقوة للخليقة كلها. لكن قام كمان علشان يجلس عن يمين الله ليشفع فينا. خلي بالك افرض خلصنا وافتدينا واشترينا ودفع فينا الثمن كله والمسيح قام من الأموات، ولكن ما فيش عمل شفاعي. أول ما بعد دقيقة من إيماني أقع في خطية، ما فيش شفيع، ما فيش غفران، ضعت خلاص، كأننا ما عملناش حاجة. خلي بالكوا يا حبايب، العمل اللي بيقوم به الرب يسوع دلوقتي معك مكمل لعمل الصليب. ذهب ليشفع فينا. هو الشخص الوحيد اللي يقدر يشفع، هو الإنسان يسوع المسيح.
عن خطايانا، لا يوجد أي وسيط أو شفيع غير الرب يسوع. يوجد إله واحد، شفيع واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح اللي مات على الصليب. قربنا نخلص خلاص. أيوة، يبقى هو الشفيع، هو اللي قام يقدر يشفع فينا. أيوة، آيات كتيرة عن الشفاعة في الكتاب المقدس، وياما سمعنا مواعظ كتيرة إزاي الرب بيشفع فينا. لكن علشان الوقت أنتقل لآخر حاجة، قام الرب يسوع ليتمم وعده للأحياء والراقدين بيسوع لاختطافهم على السحاب. وعد الرب لتلاميذه، قال لهم في يوحنا 14: أنا أمضي لأعد لكم مكان، إن مضيت وعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. أيوة، ولما أعد المكان هيبتدي يجي مرة تاني. وعلى فكرة الملائكة قالوا كده نفس الحكاية، يسوع سيأتي ثانية. قال لهم: هذا الذي ارتفع عنكم. هم كانوا بيبصوا كده ينظرون، أخذت سحابة عن أعينهم، رجلان جم بلباس أبيض: أيها الرجال الجليليون، ما بلكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا للسماء. ناس كتير تسأل هيجي ازاي المسيح ويجيب اي شكل وجسد ولا ما. يا حبيبي، زي بالضبط المنظر اللي شافوه هو طالع كده لفوق، فوق جبل الزيتون، سوف تلمس أرجله جبل الزيتون حد عند الظهور، لكن قبل كده لحظة الاختطاف. أيوة، قيامة الرب وصعوده الضمان الوحيد لعودتنا، لعودته هو لينا ولعودتنا احنا الى السماء مرة تاني، او ذهابنا الى السماء. بدون قيامة الرب يسوع المسيح مفيش كان يبقى لينا رجاء. احنا مستنين مين دلوقتي يا حبايب؟ مستنين واحد في اورشليم ميت هناك في القبر. طب وهيعمل لنا ايه؟ نروح نقدس ربنا يقدس روحك يا شيخ، نروح نقدس هناك نشوف القبر؟ لا، ما ملناش الكلام ده خالص. امال ايه؟ احنا منتظرين الحي المقام من بين الاموات، المقام من الاموات. سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص، بلا خطية يعني بلا ذبيحة خطية، الخلاص للذين ينتظرونه. هذه هي القيامة، هذه هي فرحة القيامة، إننا نفرح بقيامة ربنا يسوع المسيح، لأني كان مستحيل الرب يسوع ما يقومش من الأموات. هذا هو إيماننا. الآخرين مش قادرين يصدقوا، الآخرين مش قادرين يفهموا، الآخرين مش قادرين يؤمنوا، لكن إحنا بالنسبة لنا سهل خالص خالص. لقد جاء يسوعنا، جاء في صورة إنسان، واحتمل من أجلنا الذل والمرار، مات على الصليب، دفن، وقام في اليوم الثالث، وجلس في يمين الأعالي ليشفع فينا، وسوف يأتي ثانية للخلاص الذين ينتظرونه. هل كلنا منتظرين مجيء المسيح ثانية؟ مجيء المسيح أصبح وشيك على الأبواب خلاص، باللحظة والتانية سوف يأتي يسوع. الرب يباركنا وليلهنا كل المجد. خلينا كلنا نصلي حبايبي.